بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر من أوامر الواي كيو آرش في برنامج الأوتوكاد. أنا عندي قطعة أرض زي ما احنا شايفين، وأنا عايزة أعمل دايمنشن مرة واحدة لقطعة الأرض دي. هروح على الواي كيو آرش وأفتح الدايمنشن درو، وبعدين عندي هنا دايم بي لاين لاينز اللي هي دايمنشن للبولي لاين واللاينز، الاختصار بتاعها دي دي اس اس. تمام. قبل ما ابتدي الدرس، جميع دروس الواي كيو ارش السابقه هحط لكم رابط الدروس في اعلى يسار الشاشه من فوق، وكمان هحط لكم رابط الدروس اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنيجي نكتب في الكوماند تحت دي دي اس اس وادوس انتر. فتح لي اعدادات زي ما احنا شايفين كده. انا هاجي اختار من الاعدادات دي يوز دايمنشن، تمام، واخلي بقيه الاعدادات زي ما هي، واجي اقول له اوكي، وبعدين احدد الرسمه بتاعتي كلها. باجي ادوس كده واحدد، اعمل سيلكت للرسمه كلها، ببعد وبعدين ادوس بالماوس، تمام، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر. هنا بختار السكيل، فانا مثلا هختار 1 لـ100، ممكن تختار اللي انت عايزه. انا هختار هنا 1 لـ100 واجي اقول له اوكي. عمل لي دايمنشن زي ما احنا شايفين كده، شايفين الدايمنشن بتاع كل الخطوط موجود، حتى الكيرف عندي عمل لي الدايمنشن بتاعه. ادي الدايمنشن لكل الخطوط موجود مع الكيرف، عملهولي مره واحده، تمام. ممكن انا اغير حجم الدايمنشن بان انا بروح على انوتيشن وبعدين دايمنشن ستايل، وعندي الستايل هنا واي كيو 100، هاجي اقول له موديفاي، وعند فيت هنا ممكن ان انا اغير حجم الدايمنشن، مثلا اخليه النص 50 مثلا، واجي اقول له اوكي وبعدين كلوز. زي ما شايفين اتظبط معايا الحجم بتاع الدايمنشن بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن ان انا بقى اعمل الدايمنشن على شكل تكست واشيل خطوط الدايمنشن الموجوده. ازاي؟ انا هاجي الرسمه بتاعتي هنا اهي، وهاجي اقول له دي دي اس اس وادوس انتر، واختار هنا بقى يوز تكست، وبعدين اقول له اوكي، واختار الرسمه بتاعتي كلها بالشكل ده كده، وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اقول له 1 لـ100 واقول له اوكي. كتب لي التكست من غير خطوط الدايمنشن. يبقى احنا اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل دايمنشن سريع لقطعه ارض زي ما احنا شايفين كده لخطوط عاديه او خطوط بولي لاين. دايمنشن زي ما احنا شايفين اتعمل، وتعلمنا ازاي ان احنا نغير السكيل بتاعه او حجم الدايمنشن اللي عندنا. نفس الكلام هنا، عملنا دايمنشن بدون الخطوط بتاعته وكتب بس التكست اللي هو المطلوب. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.